ولا سامعين خلاص تقراها. القطام يقول بياناتي ما يناسب الاجواء. والله بعد هاللي سمعتوه بعد الاحداث هذه. نعم والله احسنت. بيان هادي. اي هادي الحين. نعم احسنت. يا متخلف حقيقة يعني ما نبي شو اسمه لكن شيء مؤلم الحقيقة ما يبي بيان من هذا. بيان فصلي. قال هاي يدل على ان احنا تقديرنا كان غلط. غيره واسلوبنا كان غلط. الاخوان يقولوا لا لا تحكي. على اي حال يا اخوان يعني انتم عشتوا الاحداث ولا في داعي اي واحد يحمسكم ولا اي واحد يعني يصير حاضر. انتم كلكم متحمسين اكثر منا يعني انتم انا شايف اكثر من ما كنت اتوقع هذا الحماس وهذا الإصرار على ضرورة معالجة الأمر بشكل آخر غير الأسلوب اللي احنا اتبعناه. يمكن احنا أسلوبنا الهادي العاقل الدستوري ما يجدي معهم. هم ناس أفكارهم وتطلعاتهم ووسيلتهم في معاملة الشعب الكويتي وسيلة أخرى. لا يؤمنون بهذا الأسلوب من الهدوء والعقلانية. ولذلك يا اخوان انا اسف بس واخر كلمه بس انا اسف يا اخوان بس حقيقه الموقف كان سيء. الموقف كان سيء والاسلوب اللي استعملوه مع الكويتين سيء ايضا ولا يتناسب مع اسلوب الهدوء والعقلانيه. شكرا.